ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بنبأ مقتل البلوجر العراقية أم فهد، حيث أظهر تسجيل مصور التقطته كاميرات مراقبة سائق دراجة نارية يترجل من دراجته ويتوجه صوب البلوجر العراقية أم فهد التي كانت تجلس داخل سيارتها الواقفة أمام منزلها بمنطقة زيون في العاصمة بغداد قبل أن يطلق عليها النار، في حين هربت فتاة أخرى كانت برفقتها ودخلت إلى المنزل. غفران مهدي سوادي والملقبة بالمهرة والشيخة هي بلوجر عراقية تنحدر من محافظة البصرة جنوبي البلاد، من مواليد 1994، وهي متزوجة، وغالباً ما كانت تثير مقاطع البلوجر الجدل، وكان آخرها شجارها مع بلوجر أخرى تدعى داليا نعيم، واكتسبت أم فهد التي يتابعها عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع تيك توك وإنستغرام شهرة من خلال نشرها فيديوهات وهي ترقص على أنغام الموسيقى. وزارة الداخلية العراقية أعلنت أنها شكلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل أم فهد، إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، على يد مجهولين في منطقة زيون ببغداد. وفي شباط 2023 حكمت محكمة عراقية عليها بالسجن 6 أشهر لإقدامها على نشر أفلام وفيديوهات عدة تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.